صباح الخير. يقول الشاعر: قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآن للحفر. مش قصة أربعينية الإمام حسين باختصار؟ عندما أمر حاكم الشام آنذاك يزيد بن معاوية بقتل الإمام الحسين، أمر والي الكوفة اللي كان عبيد الله بن زياد بخروج جيش على الإمام الحسين، وكان قائد الجيش عمر بن سعد، وتم قتل الإمام الحسين عن طريق أحد العساكر اللي هو شمر بن ذي الجوشن اللي قام بنحر الإمام الحسين عليه السلام. وكان ذاك في 10 محرم سنة 61 هجرية، وثم أسرت اللي هو نساء وعيال الإمام الحسين وأصحابه إلى الكوفة، ومن ثم إلى الشام. زين، قطعت الرؤوس وتركت الأجساد 3 أيام في كربلاء، والرؤوس راحت إلى الكوفة، بعدين إلى الشام إلى يزيد بن معاوية. ومن ثم بعد 40 يوم تم إطلاق سراح السبايا اللي هو على رأسهم بطلة كربلاء السيدة زينب بنت علي، اللي أمها الزهراء وجدها الرسول النبي محمد صلى الله عليه وآله. أخذت الرؤوس هي والأطفال والنساء، من ثم ذهبت. قبل ما تروح المدينة راحت زارت الإمام حسين في يوم 40، وشافت اللي هو جابر الأنصاري أحد الصحابة، وكان هو أول من زار الإمام الحسين. طبعا في روايات معتبرة في فضل زيارة الإمام حسين، وفي لها أجر. طبعا هذه الروايات عن أهل البيت، وأهل البيت ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله. فيوم 40 زيارة الإمام حسين لها فضل كبير وأجر. نعم، فسيدة زينب تخيل يعني شايلة رأس أخوها والأنصار والأولاد، ودت إلى كربلاء، وردت الرؤوس إلى القبور إلى الأجساد. لذلك شعر يقول: قم جدد الحزن في 20 من صفر، ففيها ردت رؤوس الآل، رؤوس الآل البيت للحفري. بس هذا حبيت اللي أقوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.